أهل حلب يمكن تحدوا ظروف كتير ليا، وكل واحد قدر أنه صحيح. يقدم شيء مختلف رغم الحرب، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ليثبت حاله ليعيش يمكن وليجيب القوت اليومي 100%. لإله. يعني ليا وقت بنكون بحلب ما فينا نحكي غير عن الطرب بحلب وعن الموشحات والقدود الحلبية يلي تميزت فيها أصوات مدينة حلب. هي المدينة يلي بجيناتها أهلها بيغنوا وعندهم أصوات جميلة جدا، ومعنا أكيد الفنان والمطرب الكبير صفوان العابد. يسعد صباحك. صباح الخير، صباح صباح حلب. الانتصار، صباح حلب، يسعد صباح صباحك. حلو وجوه المشرقة الرائعة، صباح جميل بمدينة جميلة بناس أجمل. يسعد صباحك الحلو استاذ صفوان. يعني استاذ صفوان، حضرتك من الاشخاص اليوم عم نستذكر يمكن ايام صعبه مرقت علينا، ولكن تمام. حضرتك من الاشخاص الصامدين يلي بقيوا بحلب تمام. حتى بالظروف الصعبه، فرحوا ناس كثير واطربوا ناس كثير. خلينا نرجع بالذاكره ونحكي يمكن عن الاراده لموهبتنا والاصرار بالبقاء بالارض، قديش مهم اليوم لنجاحنا ولحياتنا ايضا. هلا هي الارض، هي طبعا اولا البقاء لله، بس الارض هي ارضنا والبقاء للارض. اليوم الازمه اللي عدت، الغيمه السوداء اللي مرت، ان شاء الله ما عاد تنعاد. كنا مصرين انه نبقى بهالارض لانه هي ملكنا، ارضنا انا 100%. اثنين، بشتى الوسائل حافظنا على شيء اسمه تراث، واولا هذا تراث، وثانيا هاي يعني اولا واخيرا هي حضارتنا. صحيح. فالمشكله انه صعب كثير نترك الارض، فاذا تركنا الارض فتركنا حضارتنا وتركنا تراثنا وتركنا كل شيء. فنحن عنا ايمان، كان عنا إيمان ولا زال، يعني سابقا ولاحقا وحتى إشعار آخر، إيماننا بأرضنا وإيماننا بوطننا وإيماننا بجيشنا العربي السوري بقيادتنا. فكان عنا رؤية بعيدة أنه رح ترجع، مثل ما هي ما راحت الحمد لله، بس رح ترجع مثل ما كانت بأبهى صورة وبأبهى صورتها اللي كانت عليها أكيد. سابقا بإذن الله. فما بنقدر نحن نترك، مستحيل. أنا بالحصار اتحاصرت حلب، أنا ما طلعت، لأنه أولا الفنان يجب أن يكون رديف أول أو ثاني للجيش العربي السوري. فهذا إيماننا بأرضنا، إيماننا بوطننا، إيماننا بإيماننا أنه نبقى بهال. وكل واحد من مكانه عنده رسالة لازم يقدمها. سيد صفوان، حضرتك أكيد يعني من الأشخاص يلي كانوا أساتذة لمطربين كثير مهمين، وكانت هي رسالتك، هي رسالة نقل القدود والفن الحلبي الأصيل عن طريق غناء حضرتك أو عن طريق أيضا التعليم الطرب للشباب وصبايا كثير. خلينا نقول صحيح. فقديش هي الرسالة اليوم أنت سعيد أنك أديتها ومستمر فيها؟ هلأ أولا وأخيرا مثل ما تفضلتي، هي رسالة تتناقل عبر الأجيال، وفي شيء بالأساس اسمه ما في حدا مدرسي، في شيء حدا اسمه المدرسة الحلبية. الشيخ عمر بطش مين أستاذه؟ الشيخ عمر بطش أستاذ مين؟ أستاذ صباح فخري وأستاذ كذا وأستاذ. فمن زمان، من أيام طريق الحرير لحد الآن، في شيء اسمه رسالة تتناقل عبر الأجيال، هي الرسالة الطربية والمدرسة الحلبية. فكلياتنا نحن عم ننقل رسالة عبر الأجيال للحفاظ على التراث، وخوفا من اندثاره أو الضياع مثلا. يعني ما بنسمح لحدا أنه ينسب التراث الحلبي بشكل خاص والسوري بشكل عام ينسبه له.
فنحن كانت هي رسالتنا. وعلى فكرة أنا مطرب أصلا ومغني، بس أنا هي روح تربية الأصوات فأنا اكتسبتها من أساتذتي، فحبيت مهنة كمان التدريس إنه أدرس لأنقل التراث من جيل إلى جيل آخر، لنحفظ أقل شيء ونعرف لمن هذا التراث. هذا التراث إن لسوريا بشكل عام ولا حلب بشكل خاص. ف بدنا نسمع شيء لحلب. اكيد لحلب، لحلب بشكل خاص. قد مثلا اللي بدك يا هل اسمر اللون، هل اسمراني تعبان يا قلب خيو هوى كرماني يا ابو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع بعطيك سبع ارباع خيو من عين رسمالي. هذا قد حلبي اصيل. اكيد يعني ما فينا ما نجي على حلب وما نقول استاذ صفوان، ما فينا يمكن ما نستذكر بكل ذكرى للنصر وجود حضرتك وصوت حضرتك، وايضا مو بس بحلب، حتى بالاوقات الصعبه بالسنوات الماضيه كنت انزل كان عندك حفلات خاصه بدار الأوبرا وكثير كان عندك فعاليات أيضا ومشاركات. خلينا نحكي عن أبرز المشاركات وعن نشر الثقافة الحلبية. مرضيت بدي اتجول فقط بالمحافظات حتى لو ما فينا نسافر. هلا بالنسبة لحفلاتي كانت بدار الأوبرا، طبعا ما قبل الأزمة، أول الأزمة أنا كنت بأوبرا القاهرة، قدمت التراث الحلبي أو التراث السوري بشكل عام على أبهى ملامحه، بأبهى ملامحه. فيما بعد طبعا دعيت للأوبرا، أوبرا دمشق، الصرح الحضاري المهم جدا اللي لا يختلف عن أي دار أوبرا بالعالم العربي أو بالعالم، من 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 يعني الصرح الحضاري المهم جدا، وما شفت وجه اختلاف الا بل احسن عنا، يعني كان كثير شيء جميل. فكنت وقت اللي سافرت بي 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 بالازمه على دمشق، دخلنا بطرق ملتويه جدا لوصلنا الى دمشق. 9 ساعات تقريبا السفره كانت ونص. ونص تسعة تماما ونص. تسعة ونص. فوصلنا طبعا انا اذا بدي اروح على امريكا بتسع ساعات، وصلت 9 ساعات على ايه. فكانت الحفله انا اول مره يعني بتاثر وقت اللي بيسالوني عن حلب، يعني ماشي. كانت حفله كثير حلوه وكثير رائعه، وطبعا قلت لهم حلب اجت لعندكم، مو انه بشخص صفوان عابد، بأي عازف أو بأي فنان من حلب، فأنتوا لا تجوا على حلب، حلب كثير صعبة، وضع صعب، فحلب تجي لعندكم. شو غنيت لهم؟ ايه؟ غنية هيك كثير كنت يعني غنيت من ألحان الشيخ عمر البطش الحلبي. قلت لما غاب عني الله نسمع هلا. طبعا سبحان من صور حسنك وفي البهاء زادك رفعة، وغنيت كثير امور، يعني غنيت حلب صراحه. 100% استاذ صفوان ايضا انت ما زلت لحالك، نزلت مع الفرقه الموسيقيه والحلبيه، اكيد الاساتذه كانوا كلهم من حلب، كلهم من حلب كانوا مع حضرتك. اليوم الفن الحلبي الاصيل مو بس القدود والصوت الحلو، ايضا الموسيقى الحلوه والناس الاساتذه والخبرات يلي موجودين عندنا، وللاسف نحن بالظروف الصعبه خسرنا كثير ناس، اما بسفر او هيك صار عندنا
ضيقه شوي بالفرق الموسيقيه، ولكن لساتنا محافظين عليها. هلا صحيح، بس انا باسف هلا. اوكي، في ناس سافرت خوفا وفي ناس سافرت للقمه العيش، هذا كمان انا بحترمه لانه قلبه دائما مع البلد. وفي ناس انا ما حبزت انه تسافر لانه تضل بهالمدينه الجميله اللي دائما بتسطع ادب وفن وكل شيء حلو فيها. كل شيء حلو فيها ولا حلا. ايه يعني بس نحن ما فينا ما نوجه تحيه لكل موسيقي وكل مطرب حلبي وكل فنان حلبي. لا لا. لانه هن اشخاص عبر الزمن قدروا انه يعملوا شيء كثير مميز. لقلك انا ما قصدت سوري، انا ما قصدت انه حدا سافر او يعني هرب، لا لا لا، بس في ناس، بس انا حبزت انه يبقوا لانه وقت لبقينا هون نحن يشوفونا الناس انه هذا فنان لازم كان. لا نحن انا بقيان معنا. بتعلقتوا بالارض اكثر بس بيتوا؟ بكثير تعلقتوا فيها اكثر، شفتوها بالحرب لحد الان متعلق بارض سوريا بشكل عام. انا بدنا نسمع شيء من الاغاني اللي قدمتهم وتاثرت انه بهي الرحله اللي ذهبت فيها الى دمشق. نسمع شيء. قلت لما غاب عني نور مرآك المصون شفني والله سقم فيه قد ذقت المنون فيه قد ذقت المنون. يعني من هالشي اللي قدمناه كان كله حلبي. نعم. هلا من مثل ما قال اخونا فناننا الكبير بسام كوسا، يعني انه نحن بنجي على حلب تماما. استاذ صفوان، كمان حلب هي بتحب الناس، كمان حلب بتروح لعند الناس اللي بتحبها سواء بدمشق او بكل المحافظات 100%. استاذ صفوان خلينا نرجع للتدريس شوي. اي حدا بيلجا الى الاستاذ صفوان او حابب يتعلم القدود الحلبيه او الموشحات، شو لازم يتميز؟ شو يكون عنده تكنيك بصوته يقدر يقول ويقدر يمكن كمان عنده سرعه بديهه، يمكن مثل ما عرفنا بالحلقات السابقه انه في دائما ارتجالي، في شيء ارتجالي بيكون. هو بيكون فعلا ارتجالي. اولا بده يكون، وهي موجوده هي جينات الجينات الصوتيه اللي بحلب، يعني هي بتبقى بالعالم العربي فريد من نوعها. لانه هلا اي حدا ماشي بقول له تعا غني بغني، ما بيعرف ايش عم بغني موسيقيا ممكن، او مو دارس، او هي بس صوت بغني. يعني لاحظته يمكن هذا الإنسان اللطيف الجميل جدا بائع القهوة عن جد بغني، ممكن ما يكون دارس موسيقى بس يعني جيناته هيك، فبيجي الصوت بسمعه. الله، مثل شاهد برمدة، مهند مشلح، يعني في كتير من الشباب أكيد نوجه لهم تحية كتير كبيرة. بوجه لهم كتير تحية طبعا لموسيقيين وفنانين ومطربين صغار أم كبار، بوجه لهم تحية كبيرة لأنه هن يعني من 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 الأصوات اللي ترفع لهم القبعة. أكيد تحية لهم لهدول الأصوات، وبدنا نقول إنه هن شعب حلب بيقولوا سميع كمان وكثير. هلا أي بيت بحلب، بحلب أي بيت بحلب أو فيه عازف أو فيه سميع. وحتى يعني أنا أمي ما كانت دارسة موسيقى، ما إلها علاقة، من أجمل الأصوات عازفة بتاخذ العقل، وما إلها على ألادو ولا ري ولا ميتود ولا هي على السمع. فأغلب الأصوات اللي بحلب بجي بسمعهم، إذا في منه شيء بقول له يا سلام أوكي، بعدها بتراجع بقول له منيح، يعني منيح ماشي الحال.
بعطيه لازم تكون قاسي وحنون بنفس الوقت لحتى تطلع الموهبه بعد انا الصحيحة. بعرف الموهبه اللي جاي عن حب ولا لا. اثنين مثلا فلان مزعوج من ابن خالته، هداك بيغني وانه قالت لامه لا ابن خالتك بيغني لازم تغني، هذا بقول له يا حبيبي شو شغلك؟ بقول لي خياط، بقول له فنان، بقول لي طبعا فنان. فبكل واحد بقول له لا خياط، بقول له جاء على الخياطه حبيبي انت ما بمشي الحال ولا تروح تدفع مصاري على الفاضي. اصلا نحن بنادي شباب العروبي انا بدرس لا اتقاضى قرشا واحدا، صح، لا سابقا ولا لاحقا ولا حتى اشعار اخر. انا هي حب، وبعد جيل عم ننميه مثل اساتذتي انا، عدنان ابو الشامات الدمشقي، استاذ عبد القادر الحجار الحلبي، استاذ عبد الرحمن المدلل، و و و كثير اساتذتي انا تعلمت عندهم وما كانوا ياخذوا مني مصاري. فانا هيك يطول بعمرك الله يبينك وتبقى عم تعطي عمين. فن راقي ومعيش الناس بسلطنة من سلطان مثل حضرتك استاذ صفوان. نحن كثير بدنا نتشكرك. خليلي ياكي انا بعتذر الصبح انه واحد لا مثلا بيكون نايم الساعة 4 ما بتبردوا كثير برد نحن لهلا صار انت لبستي كفوف. مثلا الصبح حدا بدي يغني ايه مشكلة، هلا المطرب الحلبي اللي بيغني اربع خمس ساعات ست ساعات او مثلي مثلا اول ساعة بده يحمي، ثاني ساعة بده ينطرب، ثالث ساعة بيطرب الجمهور، مو بيضرب بيطرب الجمهور، وبقى راحت معنا للصبح. اكيد منخلص الحفلة ومنفطر سوا. يعطيكم العافية وشكرا كثير لك سيد صفوان. ميرسي، يسعد صباحكم. صباحكم خير وسعادة وفرح وصباح سوريا النصر. أكيد من أمام القلعة نحن بدنا نتشكرك. يعني هي هي ما هي القلعة، اسمها حلب القلعة. صح، حلب قلعة صمود فعلا. يعني مو قلعة حلب، هي حلب القلعة. وما بعرف هي التسمية أنا هيك بحبها، إنه حلب القلعة الصمود، حلب القلعة هي القلعة. حلب كانت قلعة بأولادها وبشبابها وبأهلها يلي فعلا صمدوا وكانوا مثال يحتذى به. سوريا كلها صمدت. صح صح، سوريا الشرفاء، الناس شرفاء، بوجه لهم تحية لكل إنسان شريف صمد بهالبلد المعطاء الجميلة. آمين يا رب. بلدنا حلوة وبتستاهل كل الخير، لازم نحبها ونحبها أكثر. يسعد صباحكم ونحافظ عليها. صباحك الحلو ولازم أكيد نحبها لتحبنا أكثر ونعطيها أكثر. شكرا كثير لك أستاذ صفوان.